هي كل مباريات صعبه. نعم. والشيء الايجابي اللي عندنا يعني هو المباراه الاياب في الجزائر. في الجزائر. نعم. لانه المصريين حبوا يضغطوا لانهم صابوا روحهم فهموا اللعبه انه تلعب مباراه الاياب في بلادك 90% راك في المونديال. في وقت سابق ضغطوا على الفيفا والكاف حتى سيتي شفت جو بونس مونديال 2018 كانوا بعاد في الكلاسمون فيفا داروا ضغط كبير اجلوا سحب القرعه بسته من اشهر داروا نورمونتي سبيكتاكولير وصابوا روحهم في المستوى الاول. يعني جايك النقطه تاع المنافسه هذه المنافسه تابت عليها. نعم. حوست عليها مي نجمش فدرت ان بابي دون سو سونس هذه سي لي جو تاع لي كوليس. نعم. جو كوليس كي تكون انت متمرس وعندك سلطه تقدر يعني تكونتورني القوانين ويمشوا معك. لكن الحاجه المليحه اللي سلكنا منها انه لايتي ترو ميداتيزي كانت فلاغرون انه الكاف والفيفا يبدلوا النظام بسبب مصر. شوف الاعلام المصري صبر في المستوى الثاني داروا طاباج ميدياتيك. نعم. ما هما الاتحاد المصري ما تكلمش المصريين المنتخب الجزائري برونابل معليش ان شاء الله كنا برونابل وطيحوا معنا ونشوفك ماشي مشكل. شوف الضغط هما وهما بنوها كلش على لو روتور لا لا نبدلوا النظام سي كوم سي احنا يعني لو غارسون هذاك اللي تلعب معاه يبكي على ليبوك كي كنا صغار شغل يخسر ما يقبلش الخساره. بداوا يحضروا صحاب لاكاف باش يضغطوا يبدلوا النظام يلعبوا ان تيران ما يقدرش يقولوا نبدلوا دوزيام شابو يلعب ادوميسي سا سي با نورمال انت سور ان تيران مع العارفين انهم لو روتور كونتر الماروك الجيري نيجيريا سينيغال ولا تونس المهمه تكون صعبه. نعم. لذلك اليوم حنا باش ما نقول لك بو امبورت لادفيرسير. نعم. تريسوفي في الروتور كما صارت مع بوركينا فاسو عندنا 80% في كاس العالم ولكن راني معاك جاسبر بيان نيفيتي المنتخبات اللي مونديالست برك راني حاب نيفيتيهم. تحب تيفيتي لي مونديالست اذا انت تلعب مع الكاميرون تدير دوادو في الكاميرون يعني ما تخسرش معاهم بجوز مونديال ما فيهاش مشكله.